عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذه دعاء؟ أهلا يا إيمان، إزيك؟ بصي يا استاذه دعاء، انا ارمله من 15 16 سنه، جوزي مات وساب لي 3 عيال. ماشي، انا كنت عايشه كويس جدا جدا، جوزي ما سابليش جنيه، كان مهندس في شركه بترول وكان عمل عمليه زرع كده وخد كل الفلوس ومات. ابتديت من الصفر، كان مستواي كويس جدا، وصلت ولادي الكبير دخلته هندسة أكاديمية بحرية، ما شاء الله. والتاني تجارة، والتالت في ثانوية عامة السنة دي. أمنت لأخويا وعملت له توكيل، خد كل حاجة، يا ساتر. وبهدلني أنا وابني الكبير، ايوه، واشتكينا في المحاكم لا حول ولا لدرجة إن قوة أنا الا بالله. ايه؟ خسرت شغلي، وبشتغل دلوقتي خسرت الشغل خدامة منها، بس ازاي يعني عشان سبت أصرف على شغلك أولادي. ولا سبت شغلك؟ انا اسمع، انا سبته لأن كل شوية كان بيعمل لي مشكلة ويبعت لي ناس يبهدلوني في الشغل. سبت شغلها. سبته، بهدلني أنا وابني الكبير لدرجة ليه إن احنا بقى بهدلك؟ ليه خسرنا عايز كل ايه ده. يعني بهدلك ليه؟ مش انت عامله له توكيل؟ خد كل حاجة، خد عربية ابني، كنت جايبة عربية لابني، كنت شاريه حتة أرض، خد كل حاجة عشان يرضي مراته، ينفع تصلي رحمك بعد ما حصل لك كل ده، بعد ما أخوك عمل فيك كل ده، فضحني، قال عليا أفظع أفظع كلمة ممكن اخوك يتقال، شقيقك؟ أخويا شقيق، ايوه، ايه السبب؟ ايه بهدلني السبب؟ قدام كل الشيخ الناس، بيسألك يا ايمان، ايه السبب؟ والله من غير سبب انه طمع فيا، ازيد من كده ماشي، رغم ان انا كنت فاتحه بيتهم، كنت ما بعزش عليه اي حاجه، بس الكل ما بقاش مصدق، انت لوحدك وعملتي كل ده، وصلتي انت لكل ده، اشتغلتي ايه يا ايمان؟ كنت مدخله ابني الكبير احسن كليه، دلوقتي مش عارفه ادفع له ولا ترم، اشتغلت خدامه عشان ولاد ابني تعيش مني، لان انا السبب، كنت شغالة ايه كلهم عشان تعيش؟ اشتغلتي ايه يا كلهم ايمان؟ اشتغلتي ايه عشان تعملي كده وتدفعي الكلام ده كله؟ اشتغلت جليس، ايه؟ جليسة؟ اشتغلت جليسة رغم ان انا معايا بكالوريوس تجارة ودارسة لغات، بس ما كانش واخوكي مستمر كده متخرج عشان واخوكي ولادي ما متعلم؟ يتعبش. نعم؟ اخوكي متعلم؟ متعلم، بس بيحقد عليا، ما كنتش اعرف انه بيحقد عليا بالطريقة دي، هو ومراته خدوا كل حاجة كل بصي يا حبيبي، حاجة، انا دلوقتي انا وولادي والله ربنا اللي اعلم بيه، بس بشتغل عشان هم ما يجوش يكملوا تعليمهم، ينفع تصل رحمك في الطريقة دي؟ ينفع؟ لا ينفع بصي تصل بصي، رحمك بعد ما اخوك عمل فيك كل كده؟ ينفع؟ بهدلني وسوق انت سمعت انا ما عندكوش حد غير اخوكي ده وانت بس؟ ليه مفيش اخوة حد التانية يقف قالولي له يعني؟ مالناش مفيش دعوة، اخ احنا تاني مش يقف قادرين لاخوه؟ عليه، انت اللي عملتي له توكيل، خد عربية ابني، ابني كان بيروح الجامعة بالعربية، هي كنا العربية كانت بنشتغل باسمك؟ ونوصل، العربية خد كانت كل باسم حاجة. مين؟ ها؟ ايوه استاذه دعاء، العربية كانت باسم مين يا إيمان؟ كنت كتبتها باسمه لان ابني كان قاصر، كان طالع من العشر كتبها الاوائل باسم في أخوكي؟ الثانويه العامه. نعم؟ كتبها باسم مين؟ كتبتها باسم اخويا وخاتم، طيب ابني كان طالع في الثانويه العامه من العشر الاوائل، كنت فرحانه فيه، ماشي يا إيمان. يعني دخلت طب في وحسيت سؤال للشيخ بالذنب. يا إيمان؟ في سؤال للشيخ؟ نعم؟ في سؤال معين للشيخ؟ ينفع تصل رحمك وهو عمل فيك كل ده؟ يبقى كده صلة رحم فين وصلة الرحم كده؟ شكرا لك يا إيمان. حاجة يعني طيب، هو هي بتسأل على صلة الرحم، وهل ينفع تصل رحمها بعد ما أخوها عمل فيها كل ده؟ هو الأول طبعا احنا عندنا عدة نقاط لازم ناخد بالنا منها. يعني احنا لما نيجي نعمل توكيل عام لأخ أو لكذا أو لحاجة من ديك، لازم ناخد بالنا من عدة حاجات. لابد من إشهاد شهود على هذه المسألة، لابد أن يكون عنده حد رادع أقدر أرجع له لو لا قدر الله حصل منه زي ما حصل من الأخ ده. حكاية وقوع الحقد أو الحسد يفعل ذلك، يفعل ذلك وأكثر من ذلك. فالحسد قتل به قابيل وأخوه هابيل، وده كان حصل في بداية الحياة، فبالحسد ذلك. وكذلك أيضا بالحقد ألقى إخوة يوسف أخاهم في بئر، يعني في
في الطريق، فهذا أمر وارد يعني يحدث هذا بين نعم الإخوة يعني. بين الإخوة، فإحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده. لكن هو الحلقة المفقودة في الحوار هي ليه تعمل توكيل لأخوها أن يتصرف هذا التصرف وهي ست كويسة وبتعمل دخل كويس وفلوس كويس، يعني أكيد بتفهم أكيد بتعرف يعني أكيد عندها بكالوريوس تجارة ومعاها بكالوريوس تجارة، هو يعني ممكن يبقى هو ده سندها وثقة، والراجل اللي ماسك لها حاجتها. ما بنحطش كده في الفلوس، بس مش المفروض ما بنعملش كده مش المفروض والعربية باسمه والكذا، لا حتى لو هو يعني أحسن حد في الدنيا، وحتى لو هو لأنه محدش ضامن لو هي لو قدر الله حصل لها حاجة فجأة، ما كل حاجة باسم الشخص ولدها. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بسيطة بنعملها بين الإخوات بعضهم وبعض، ودي حاجة بسيطة مش 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 إحنا مثال، لو حصل إن أنا مثلا أردت إن أنا أستدين مبلغ من الوالد مثلا، والدي أنا عادي أو مبلغ بسيط وحاجات زي كده، لابد أن أكتب شيك من حسابي مكان هذا المبلغ، المبلغ ده اتاخد من الخزنة يتحط مكانه شيك بنفس المكان. ليه بقى؟ لأني ما حدش عارف مين يموت قبل مين، فإذا حدث أن الابن مات قبل الأب يبقى يستطيع الأب أن يطالب بهذا المبلغ إن كان هذا أمانة أو ما شابه ذلك. وإذا مات الأب قبل الابن اللي هو المستدين يبقى في الحالة دي ترى في أوراقه أن فلان المدينة بمبلغ كذا. ده موضوع بيحل كل الأزمات وبيحل كل المشكلات، يعني انت عايز تعملي توكيل عام، اوكي خدي شيك في المقابل على بياض قصاد كل الحاجات اللي عنده. صحيح، يعني اعمل حاجه قصاد يعني حاجه، يعني التامين الواحد يامن نفسه، ده لا عيب ولا حرام، ده الاساس، ولا حد يزعل من وربنا ده. سبحانه وتعالى قال اذا تدينتم بدين فاكتبوه لاجل المسلم فاكتبوه، يعني حتى معروف. فانا عايز اقول ان احنا لازم ناخد بالنا من الحته دي، لان الحته دي مهمه جدا. ان انا اخويا يزعل وحر يزعل، بس في فروقات في حاجات. ازاي بقى اوضحها لحضرتك؟ يعني مثال، لو اخويا مثلا محتاج مني مثلا يعني 10,000 5,000، وده مبالغ بسيطه بالنسبه، قد يكون بالنسبه لي مبالغ بسيطه مثلا، او 500 جنيه 1000 جنيه، ودي حاجات بسيطه على حسب مستوياتنا. فدي حاجات ما بتستلزمش ان انا اقول له اكتب واعمل، لان الود اللي بيننا او الصله اللي بيننا ما تسمحش مشكلة. ما فيهاش طبعًا. مشكله طبعًا. لكن انا هدي له بقى توكيل لشقتي او لبيتي او توكيل عام او حسابات بنكيه، لا هنا لازم نعمل ستوب ولازم نقف هنا. انا برضو حتى لو ده يعني توأمك، ايوه لو يعني ما فيش عليه اي علامات استفهام ولا اي حاجه بالزبط. بس هو كذلك يعني الزوج مع الزوجه، لانه داخل اطراف تانية، في زوجه غريبه، أيوة. في اولاد مش أو يعني بالظبط، في اطراف. وكذلك الزوج مع الزوجه، قد تطلق قد يطلقها قد صحيح. كذا قد كذا، قد ينفصلها ما يحصلش مشاكل بينها. فدايما الحاجات تبقى متفصله كده في حال الحياه. حتى الابناء لم يأمر الشرع بكتابه ما عندك من مال لابنائك في حال حياتك. قال لك لا، سيب كل حاجه زي ما انت، ما تعرفش اخر لحظه هيكون ايه الموضوع. وهم يسددوا بعد كده ويقسموا. مطلوب منها تود اخوها ده؟ هو الشرع لم يطلب منها الا توده، بل هو طبعا آثم فيما فعل، وما فعله يعد خيانة أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك، وده الأمر لأخوها، وهي بقى لا تخن من خانك. مش هينفع نعمل القصة دي. الحاجة التانية إن هي مطلوب إن ترجع للقانون عشان تثبت إن هي عاملة توكيل بتاريخ كذا لأخوها، وقد تصرف في هذا التوكيل أو بهذا التوكيل تصرف غير لائق. فيرجى إن احنا نجيب التصرفات بتاعته. ايوه التصرف بتاعه قانوني صح، هو عمله قانونا صح. مش في حاجه اسمها القانون لا يحمي المغفل. لا لا مش كده، لا مش كده برضو، اكيد في حاجه. بس لو هي ماضيه وعامله توكيل وهو تصرف قانونا، تنازعوا خلاص، احنا تنازعنا، انا ماضيه وعامله له توكيل عام، خلني بقى عمل كذا كذا كذا، يقدروا يرجعوا لها حقها. انا ازعم ان ذلك في روح القانون يوجد مثل هذا. يعني قد يستدعى، ازعم، انا ما عنديش فكره بالقانون قوي، لكن يعني اصلا جايبه عربيه وكاتباها باسمه، طب طب خلاص هياخد العربيه، هيبقى في حاجه اسمها انا اظن هذا عشان الولد كان قاصر، طب ما تكتبيها باسمك. لا اظن او باسم الولد القاصر بضمان امه عادي، ما فيهاش حاجه والله. او في نقطه ان احنا بضمان يعني اليمين الحاسمه، يعني تعرضه لليمين الحاسمه ان يقف امام القاضي ويقسم ان هذا المال وهذا التصرف كان من خلال مالي او كان من خلال عمله. على كل حال احنا استمعنا من طرف واحد، وبقى محتاجين نسمع من الطرف الثاني. فيعني اذا كنا يعني نسمع احنا بنقعد الناس بتستفيد من تجارب بعض بالظبط، ومحدش يعمل كده ومحدش يقع في الخطا ده بالظبط. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.